السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم تلاميذ أولى باك آداب وعلوم إنسانية وتعليم أصيل استعداد الجهوي 2020، في البارتي ديال التمارين متراجحات معادلات نبغيو نديرو هاد الغابيل، يعني اللي كان عندنا واحد المعادلة من الدرجة التانية بمجهول واحد. الخطوة الأولى كنحسبو الدلتا، بين الدلتا سالب المعادلة ما عندهاش حل، مجموعة فارغة ما كتقبلش التعميل، جدول الإشارات باش تحل المتراجحات هنا هي إشارة أ. بين الدلتا كيساوي زيرو، إكس زيرو كيساوي ناقص بي على جوج أ، حل مزدوج، التعميل هو هاد الشكل هذا، وجدول الإشارات إشارة أ، وكتنعاد في إكس زيرو. هذا كغابي اللي بغي يشوف هاد التفسير درناه في الفيديوهات السابقة. بالنسبة للحالة اللي كتكون عندكم بزاف بزاف، هي ملي كيكون دلتا موجب كيكون للمعادلة حلين مختلفين إكس أ وإكس دو كما كتشوفوا، والتعميل هو أ فوا إكس موا إكس أ عامل إكس موا إكس دو. وبالنسبة لجدول الإشارات الوسط عكس إشارة أ، وفي الجناب إشارة أ. هذه كخارطة الطريق باش صورت. دابا نشوفو واحد التمرين أبليكو في هادشي. هذا عندنا هو مقتطف من امتحان اقترحوا عليا في التلاميذ ديال مجموعة الفيسبوك واتساب. دونك نعتبر في ار معادلة اكس وكار زائد 8 اكس زائد 7 تساوي 7. تحقق ان مميز المعادلة هو دلتا يساوي 36، يعني الف لنتحقق ان دلتا فعلا كيساوي 36. هنا بحال اللي يعاونكم بهاد الكيستيون باش يقول لكم على المعادلة ديال، حنا عندنا المعادلة هي هذه، قلنا باش ما تغلطش باش ما تغلطش حط أ شحال كيساوي. أ هو اللي مضروب في إكس وكاري هو واحد، بي هي 8، سي هي 7، وكتم غادي على بركة الله. دلتا كتساوي بي وكاري ناقص 4 أ سي، كتعوض بي هي 8 وكاري ناقص 4، أ هي 1 و سي هي 7. اللي هي ديرو على حاسبها ماشي مشكلة، مسموح بالاستعمال ديالها. اللي خاف يغلط هي 64 ناقص 48 هي 36. هذا هو الجواب، هادشي اللي مطلوب منك اصلا. بالنسبة ب استنتج حلول المعادلة، يعني استنتج ترجع للسؤال الالف، بما ان دلتا موجب قطعا فان هذيك الخطط ديال قبيلات للمعادلة، هاد الجملة مهمة، حلين مختلفين يكون اكس ا اللي هو ناقص ب ناقص الغاسين دلتا على دو ا، ويكون اكس دو اللي هو ناقص ب زائد الغاسين دلتا على دو ا. كنعوضو ب هي 8 دونك ناقص 8، الغاسين ديال 36 حسبو على حاسبه راه خفتي تغلط، جوج في واحد اللي هو خلاص 6 وكاري، من نتوما ديرو على حاسبه سباكا على جوج في واحد. دونك هي ناقص 8 ناقص 6 على جوج، هنا ناقص 8 زائد 6 على جوج. شي شنو كيعطينا؟ كيعطينا بان اكس ا ناقص 8 ناقص 6 هي ناقص 14 على جوج، و اكس 2 هنا او اكس 2 هي ناقص 8 هي ناقص 2 على جوج، كيعطينا هو ناقص 7 وهنا ناقص 1. وما تنساش اهم مرحله هي تكتب مجموعة الحلول. هنا مجموعة الحلول فيها عناصر، سواء سبقتي ناقص واحد ولا ناقص سبعة ماشي مشكل، ماشي بحال المتراجحات أو النظمات تما نهضرو على هاد القضية. فوالا، دونك الكيستيون الموالي هو حدد إشارة ثلاثية الحدود. دونك جيم إشارة ثلاثية الحدود اكس ار. لاحظتوا هذا الشيء راه مرتبط، سؤال كيديك الاخر، لهذا ما خصكش تغلط في المهم عاونوكم بالدلتا، ما خصكش تغلط في الحلول. والحلول ملي تبقاو تلقاهم تبقاو تعوضوا مثلا ناقص واحد يعطيك ناقص واحد وكاري هو واحد، زائد سبعة هي ثمانية، وثمانية في ناقص واحد هي ناقص ثمانية، ملي تجمع كلشي يعطيك زيرو بحال هكا باش تقد تأكد. واخا دونك هنايا صافي كديرها مباشر، كتستغل السؤال اللي من قبل، هاد الحدود هي ديما راه في ار ناقص لينا زائد لينا، كتشوف دوك الحلول. الفوط اللي كديرو هنا ما كتعرفوش ترتبوهم، ماشي كلشي، اغلبيه كاين اللي كيبان له بان ناقص 7 هو الكبير، لا راك خسرتي، نقصتي 7 الدراهم، ماشي بحال نقص بعدتي على الزيرو، ناقص 7 هو الصغير.
اوكي، دونك عكس اشارة ان. هنا شنو هي؟ هي واحد موجبة، هنا عكس اشارة ان، هنا اشارة ان، في الطرف اشارة ان، وسط عكس اشارة ان. فوالا، يبقى لنا دال. استنتج، ملي كيقول لك استنتج يعني غير من السؤال السابق، استنتج حلول متراجحة اكس او كاري زائد 8 اكس زائد 7 اكبر من تساوي صفر. هنا كتمشينيش على جدول الاشارات اللي درتي. لاحظ معايا بان باردو هنا اصغر من تساوي صفر، كتشوف فين سالبه، سالبه في هذا المعزل هذا. دونك اس كديرها ديريكت هنا، سوا فاهم سوا ما فاهمش، معناتك ما تفلسف. دونك ملي تمشي من ناقص 7 حتى ناقص 1 مجال عندنا بزاف، و بويسك عندنا اصغر من او تساوي، يعني المجال كيكون مغلق، كما كانش ديك تساوي كان يكون مفتوح. دونك كنحبسو هنا، موعدنا التمرين الثاني ان شاء الله، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه، اي ميرسي.